أهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. نددت الجمعية المغربية الأمريكية في كاليفورنيا باحتجاز الشابة الصحراوية محجوبة منذ غشت الماضي من قبل انفصالي جبهة البوليزاريو في مخيمة تيندوف، معتبرة أن هذا الانتهاك الجديد يشكل جزءا من الممارسة الاعتيادية لجماعة البوليزاريو. كما دعا رئيس الجمعية المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته من أجل العمل على الإطلاق الفوري للشابة الصحراوية وكذا تحرير كافة المحتجزين في المخيمات. محجوبة الحاملة للجنسية الإسبانية كانت قد توجهت إلى مخيمة تيندوف في الصيف الماضي لزيارة والديها الأصليين، لكنه تم تجريدها من جواز سفرها ونقودها لمنعها من العودة إلى أوروبا. إلى مراكش حيث أطلقت الحملة الجهوية حول المقاولات الصغيرة جدا والصغرى لسنة 2014، والتي تهدف إلى التحسيس بأهمية تطوير هذه الأنواع من المقاولات، وذلك خلال لقاء عرف مشاركة مختلف الفاعلين بالقطاعين العام والخاص. الحملة تنظم تحت شعار معا من أجل تطوير المقاولات الصغيرة جدا والصغرى بجهتك، وتهدف هذه الحملة التي ستحط الرحال ب14 مدينة أخرى إلى غاية 9 دجنبر المقبل إلى إطلاع وتحسيس المقاولات الصغيرة جدا والصغرى حول مختلف البرامج والمنتجات التي وضعت لصالحهم من قبل الدولة والقطاع البنكي، وكذا تعبئة مختلف الفاعلين الجهويين من أجل ضمان مواكبة أمثل لمقاولتهم. في أخبار حوادث السير، لقيت فتاة تبلغ من العمر 16 سنة مصرعها، فيما أصيبت أخرى بجروح بليغة وسائق دراجة نارية بجروح خفيفة في حادثة سير وقعت ليل أمس الاثنين داخل المدار الحضري لمدينة واتزم. الحادثة نجمت عن اصطدام دراجة نارية بسيارة خفيفة كانت متوقفة بالشارع العام، ما أدى إلى وفاة راكبة الدراجة على الفور وإصابة سائق بجروح خفيفة، فيما أصيبت طفلة كانت بجانب الطريق بجروح بليغة استدعت نقلها إلى مستشفى محمد الخامس بواد زم. أما سائق الدراجة النارية فقد تم نقله إلى مستشفى محمد الخامس بواد زم قصد تلقي العلاجات الضرورية، فيما تم إيداع جثة الضحية بمستودع الأموات بنفس المستشفى. أعلن الفريق الطبي الذي أشرف على علاج المواطنة النرويجية التي أصيبت أخيرا بمرض إيبولا في سيراليون أنها شفيت من المرض وهي في صحة جيدة. وعبرت المواطنة النرويجية البالغة من العمر 30 عاما عن امتنانها للمستشفى الذي تلقت فيه العلاجات الضرورية، وكانت المواطنة النرويجية قد نقلت أخيرا إلى بلادها لتلقي العلاجات الضرورية بعد إصابتها بالمرض خلال عملها لدى منظمة أطباء بلا حدود في سيراليون، وهي أول نرويجية تصاب بالمرض. نهاية الموجز، إلى اللقاء.